عرفوا القيمة تاع بلادنا. هذه سبتة ومليلية في المغرب راح احتلت مع الجزائر ووهران، لأن الشعب هنا شعب مجاهد والحكام مجاهدين. طردنا اسبانيول ثلث قرون وحنا في حرب مع اسبانيا، ثلث قرون. كاين كتاب لازم يقراوه الشباب، حرب 300 سنة بين الجزائر وإسبانيا. ماشي كيما أنت يا 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 يا, يا, يا كذا بعت بلادك ببيسيكلات. أمير المؤمنين عطاولو بيسيكلات، عطا لهم ها روح تجاهد، لو كي يغلبوك يغلبوك. ولهذا ما عندناش الزعامة حنا، هذي اللي بوس يدي واركع قدامي وكذا. الإسلام ما يحبش هذا الذل هذا. ربي يقول لك كرمنا بني آدم، كيف انت عالم وتقرا هذه الايه هذه وتجي تبوس يد الطفل؟ قال امير المؤمنين، معليش نبوس له يده. امير المؤمنين بصح وليده في عمره 6 سنين يبول في الفراش حاجه من يسمع، نبوس له يده ثاني وباسم امير المؤمنين. وكي يخطب يقول قال جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلخوا للناس